وكتب بدمائه رفضه لأهواء المستعمر وتشبته بالعرش الشرعي وهو عرش محمد الخامس طيب الله تعالى. أشكر الجميع على حضوركم وأشكركم على إيمانكم بقضايا وطنكم وأشكركم على حبكم لوطنكم. علي جدو الكاتب العام لرابطة الصحراويين المغاربة بأوروبا. نستحضر في ذكرى وفاة فقيد العروبة والإسلام بطل التحرير محمد الخامس طيب الله تراه، نستحضر بطولات هذا الملك العظيم ورمزية الحدث في هذا الحي الذي خرج منه الشهيد علال بن عبد الله ليفدي بدمائه رفضه لأهواء المستعمر والتشبث بالعرش الشرعي عرش محمد الخامس طيب الله تراه آنذاك. وإنها كذلك لمناسبة في هذا الشهر الكريم لحث أطفال هذا الحي وضخ نفس كبير من الوطنية ونكران الذات وتعليمهم قيم الدفاع عن مقدسات بلدهم أينما حلوا وارتحلوا في كبرهم. كذلك هي مناسبة لتجديد البيعة والولاء للسدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين دام له النصر والتمكين. ما قررت نجي لمسجد فوسفات لصلاة العشاء، وجدت ذكرى دينية بمناسبة وفاة محمد الخامس نصر الله، فرحت جدا بأجل هذه المناسبة الدينية. محمد الأمين الراقب رئيس المنتدى الصحراوي الدولي للدراسات والأبحاث استراتيجية جيت العيون الساقية الحمراء. جئنا من الصحراء المغربية للمشاركة في ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس قدس الله روحه، مستحضرين ملامح البطولية والتضحيات الجسام اللي قدمها أبو الأمة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ورفيق دربه في الكفاح والنضال جلالة الملك المقهور له الحسن الثاني قدس الله روحهما. هذه التضحيات الجسام وهذه الملامح البطولية اللي قدموها الملوك العلويين في سبيل وحدة وسيادة هذا الوطن، هذا النهج القويم السديد، النهج القويم السديد الذي يسير على نهجهم وارث سرهم جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامل الملة والدين. وهي مناسبة لنا كصحراويين مقاربة لتجديد البيعة والولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، ومناسبة كذلك لتجندنا الدائم خلف جلالة الملك في كل الإصلاحات اللي يقودها جلالة الملك من أجل مقرب الأمن والأمان. بربوح إبراهيم الكاتب العام لجمعية ربيع الفوسفات، بهذه المناسبة اللي كتذكرنا بوفاة جلالة المغفور له محمد الخامس، هي واحد الحدث أليم ألم بالمغاربة جميعا، ويستحضر لما عمله هذا المجاهد الكبير وخاصة في تحرير البلاد واستقلال المغرب وطرد المستعمر من أراضينا ووحدته، وكذلك استحضار جميع المنجزات التي قام بها، وكذلك تجديد البيعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وعليكم أنا فرحانة بزاف لحق جيت غنصلي صلاة التراويح وفجأة لقيت حفل ديال محمد سيدنا محمد الخامس، وشكرا بزاف لهذا المسجد. مصطفى الحيمر صحفي وفاعل جمعوي. اولا كنشكروا الاخوان في الرابطه اللي استدعونا باش نحضروا ونحيوا معهم الذكرى الكبيره على اساس اننا نعيشوا معهم ونحيوا معنا مع الاطفال اللي كاينين دابا باش تبقى ديك صله وصل بين الجيل اللي عاش مع المرحوم محمد الخامس لحظه الكفاح ولحظه الجهاد.
على اساس انهم يمروها للاطفال لهذا الجيل الجديد، هذا الجيل باش يبقى ديك صله الوصل والتعلق ديالهم بالمغرب ديالهم. وكذلك انهم كنشكرهم بزاف الاخوان ديالنا في الرابطه اللي حاولوا ما امكن ان تبقى ديك صله التواصل ويزرعوا في هاد الاطفال ديالهم بان كانوا هنا جدود ديالهم والاباء ديالهم عاشوا واحد النضالات مع الشهيد الكبير اللي خلق واحد الثوره واحد الملحمه اللي كانت جامعه بين العرش والشعب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.